السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اللي يتكلم عبد الرحمن والسيدي واللي هو المعروف باسم ميتشل. أنا باغي نوجه كلام ولا زاد نوجه نداء إلى السلطات الصحراوية وإلى كافة المواطنين المخلصين وإلى كافة الناس الملتزمة وإلى كافة الناس المتمسكة بدينها وبأخلاقها، وهذا النداء إن شاء الله يلقي هذا الكلام. يا ربي أرجو من الله عز وجل أن يلقي الكلام أذانا ساقية وقلوب مفتوحة لهذا الكلام. هذه العبرة إن شاء الله تلقى هذه الآيات اللي لا ينتلي ضرق، إن شاء الله تلقى يا رب السماوات والأرض تلقي الصلاة الكلام أذانا ساقية وقلوب مفتوحة. من سنن الله عز وجل الثابتة التي لا تتغير قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقول الله تبارك وتعالى في نفس السورة، أي سورة الرعد: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما معنى هذا الكلام وعلى أهدلتنا هذا الكلام؟ موجود يعني أسباب ثنتين. أولا، لا أي إنسان يلاحظ كلمة ما الأولى اللي قررت في الآية مرتين، أي لا يغير الله ما الأولى ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من رأي مولانا ما الأولى ما معناها؟ والميم الثانية اللي جاية في الآية ما معناها؟ الميم الأولى هي المصائب والعقوبات، والميم الثانية هي المخالفات. إلى خلطنا المعنى الأول مع المعنى الثاني نجد إن الله لا يرفع مصيبة أنزلها على قوم حتى يرفع المخالفة التي أحدثوها. ذاك معناه شنو؟ معناه على أنه عندنا الكثير من المشاكل وماضينا مليء من المخالفات ومن المصائب ومن العقوبات ومن قلة شي صالح ومن الظلم ومن الجرائم اللي ارتكبناها. ومين نقول ارتكبناها؟ معنى ارتكبناها بجمع، ذاك معناها يعني داخل راسي، مدخل راسي في هذه المجموعة. إذن من درايا مولانا شنو الحل؟ من درايا مولانا احنا ذي الوضعية اللي موجودين فيها درايا شنو أسبابها؟ أسبابها هو الظلم، هو الظلم، هي المصائب وهي المخالفات، وهو ذا كامل اللي فتنا عدلنا في حق الكثير من إخواننا وحق الكثير من أبواتنا وأخوتنا وأصحابنا وجميع الصحراويين اللي اندجناهم في ذاك السجن واللي عذبناهم واللي منهم توفى رحمة الله علينا وعليه، ومنهم اللي انطلس وتم عايش في هذه الحركة، ومنهم اللي جاهوا نتية، ومنهم اللي قاس الملجأ الأوروبي، ومنهم 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 مختلفين. وعلى ذكر هذا المصاب اللي انصبنا به اللي هو فقدان الأخ المناضل الكبير الصبور الحنون درموز، الله إن شاء الله يرحمه ويوسع عليه يا رب العالمين. اللي باغي نقول كلامي هذا إن شاء الله كيف قلت المرة الأولى عنه يجبر أذان ساقية وقلوب مفتوحة وترجع للماضي. نحن في هذه المصائب اللي احنا موجودين فيها هذه خلال كذا 40 سنة لا يتصور حد ولا ينتظر حد على أن له نحل مشاكلنا بدون إلى ما رجعنا الورق. هذه الجرائم اللي ارتكبنا وهذه المخالفات اللي ارتكبنا وهذه الناس اللي عذبنا وهذه السجون اللي مينا من هالناس من كل فج وعميق، هذه الناس المفقودة في كل مكان، هذه الناس اللي ما هضمنا حقوقها وبالتالي نتهموها بالخيانة، هذا ما هو منطقي، ما يعني ما العقل ما يقد يستوعبوا. وفما تيجوا واحدين ثانيين يتكلموا ويصدوا هبزة من التاريخ وهبزة من ما نعرفهاش وكذا إلى آخر ذلك، هذا لا داعي له. يا إخواني يا المسلمين يا الصحراويين
والله العظيم الكريم لما رجعت للوراء وصاوبت هذه المشكلة وحليت هذه المشكلة وحاولت بقدر الإمكان على أنكم هذه المصائب وهذه العقوبات وهذه المخالفات اللي ارتكبنا في حق هؤلاء والله لما رجعنا لها والله لم يرفع الله تبارك وتعالى غضب عنا لأن ارتكبناها. حد باغي يعترف بذا يعترف به وحد ما هو باغي يعترف به خالق بعد الله هذا. هذه المخالفات وهذه العقوبات وهذا الويل اللي ارتكبنا وهذا الإجرام اللي ارتكبنا في الكثير من المناضلين، كثير من المواطنين، كثير من الناس اللي جات بقلب مخلص ماشية جاية نضحية بأرواحها وبأموالها وبأهاليها وذي الدنيا كاملة، ثم حكمناها كاملة وزجيناها في السجن. هذا ما هو منطقي؟ وانتم باغين يعني تحلوا المشاكل وما انكم باغين المشاكل وكذا، وكل واحد وكل مرة يتعنطر واحد هنا تيوتلي يقول شي ما نعرف شنو من الكلام وكذا إلى غير ذلك. مولانا محرم الظلم، حرم الظلم بين عباده ثم حرمه على نفسه. إذا كان محرما يعني بين العباد هو حرام عند الله، والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. كم من نظريك من سنة وإحنا في هذه الدوامة ما قدينا نمرق منها؟ علاش؟ أرجعوا لنفوسكم، أرجعوا إلى الله، اتقوا الله، أرجعوا إلى رب السماوات والأرض. مولانا لا يظلم، مولانا رحيم، أرحموا الناس، اتكلموا مع الناس، افتحوا مجال للصلح، التقوا مع الناس يا إخواني. أنا هذا نتكلم معكم ذا هو أنا هون كي موجود في إسبانيا ولا أنا حارك شرب ليدة، لعله يتخمم حد على أني قايس بليدة، والله شي أنا ماني حارك من هون، وعائلتي راهي فمتية وأمناتي راهم فمتية وخلقي اللي كامل عندي راهو في ذوك المخيمات وأنا قايس المخيمات طبعا وأهلي فم ولاني مفصل مع الجبهة. يا غير والله إلا باقي في هذا اللي واقع، والله إلا عارف ومتيقن على أنكم لما رجعت لله تبارك وتعالى، والله لما رجعت لما فتحت المجال لهذا الصلح اللي بينكم انتم ومن بين اخوانكم ومن بين هذه الناس اللي قيمت اللي هي متأسفة حتى 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 وباقي فيها على انها قيمت عند القضية الوطنية، ولكن مين اللي تهيس؟ هي وعذبت ودخلت في السجون ما خالك شي معدلها، فيها الناس اللي فقدت، فيها الناس اللي كتلت. احنا خاصة رقاش يعود يعني سجيع ويقولها مباشرة ويمضي القضية، اطول ملف يا اخواني، طبوه، تكلموا مع الناس، افتحوا المجال لاولادكم اللي مشاو بكل بليد الشتو بكل في كل مكان، لا تتعنتوا على شم الخاسر. وفت قلت لكم ومزلت له نقول الله تبارك وتعالى عز وجل يمهل ولا يهمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.